وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضحت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هيئة تنظيم سوق العمل باشرت العمل بأمر سمو ولي العهد بإلغاء التصريح المرن والتنسيق مع القطاع الخاص لعملية تسجيل العمالة الوافدة. هذا وستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل وصندوق العمل تمكين بتحديد معايير خاصة للوظائف المهنية. الهيئة بدورها باشرت تنفيذ الأمر فورا والتنسيق مع القطاع الخاص لعملية تسجيل العمالة الوافدة وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات. الهيئة بتقوم بالتنسيق مع وزارة العمل وصندوق العمل تمكين بتحديد معايير خاصة للوظائف المهنية، وبيتم على أساسها التأكد من امتلاك العمال للمهارات وفق المتطلبات التخصصية لتأدية الوظائف، وطبعا لن يتم السماح بالعمل في مهن تخصصية إلى بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من قبل الجهات المعنية.